السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي إخواني محبي ومتتبعي ومشجعي ومداعمي قناة فاتحة سنتير في قناة الأصدقاء قناة الأهل والأحباب. تحية لجميع المغاربة إخواني أخواتي داخل وخارج أرض الوطن. تحية لباريور العرب والأفارقة اللي كيدعمونا وكيشجعونا واللي باغينا دائما نكونوا في الريادة. كنقول لهم شكرا 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 لكم بزاف، رغم أن الشكر في حقكم قليل. كوم جو باس لو ريميرسيومون اتو لي باريور دي موند كي نوز انكوراج. تحية للناس وترحيب بالأخوات والإخوان اللي ضافوا جداد القناة، كنقول لهم أهلا وسهلا ومرحبا بكم وسط خواتاتكم وخوتكم في قناة الأصدقاء قناة الأهل والأحباب، القناة اللي كنشطو كنكتو كنضحكو كنفوجو فيها مع بعضنا كنتسلاو كنواسيو بعضنا وفي نفس الوقت كنستافدو معنويا وماديا. الشكر الجزيل لكاع الناس كالعادة اللي كدعمنا وتشجعنا. واللي أول مرة كيشوف القناة ديالنا نتمنى أنه يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا منا كل جديد، ونتمنى أننا نكون عند حسن ظنكم ونكون خفافين الظل على قلوبكم ونكون كذلك كنفيدكم. وغادي ندوزو إن شاء الله نشوفو داكشي اللي قلنا لكم البارح، واش كان في محلو، واش النويطات كانوا هما هادوك. قلت لكم ما تثقوش بزاف في لابوات نوار، عطاتكم 10 وال11 لا ديرنيير مينيت كانت كذلك ال11 جات تروازيام. لا سيليكسيون كانت فيها ال10 وال11 8 كان بارمي لي سيربريز. المشكل الوحيد هو لو 6 اللي كان بارمي ديليسي لي ديليسي وضرب اون تيت، وهذا الشيء اللي كنا قلنا لكم في الملاحظه الاخيره. قلنا لكم بان ما كاينش شي ملاحظه اخيره، مي اتونسيون يقدروا يكونوا دي توك على ريفي. واحد الملاحظه اللي كانت مهمه بزاف اللي ما عرفتش واش استوعبتوها ولا لا، قلت لكم ممكن يدير نيون غدا، وفعلا كانت نيون. دونك اتونسيون خوتي خواتاتي، على عين قبل ما ندوز نكمل لكم المعلومة، يعني النويطات اللي كنعطيوكم راه الا خديتو بهم راه كنت غادي تستافدوا، وانا متأكد بان الاخوان اللي كيعرفوا لاشين وكيعرفوا النويطات راه غادي يستافدوا. ردوا البال، اتونسيون راه لا كورس ديال غدا حتى هي نفس المشكل. دونك غادي ندوزو النبذة ديالنا على الكانتي وغادي نمشيو نقولو بسم الله. الكانتي دي 29/6/2021 اللي غادي يكون ان شاء الله في اوتوي دي هي تحنقز، وما أدرك ما تحنقز. 3900 ريونيون 1 كورس 4 سي دي غازون. اتنسيون لو تيران غادي يكون كولون، لانديس بينيتروميتريك غادي يكون انتر 4.2 و 4.4. دونك غادي نقلبو على اللي يشوفو اللي عزيز عليهم الغيس، خصوصا وان لالين داريفي ما غاداش تكون مهمه بزاف اللي غادي نرجعو ليها دابا. دونك عندنا لاكورد غادا تكون اغوش 15 بارتون ديبار ميدي 50
الوحدة قلق سماين بالتوقيت ديال المغرب الزين الجميل الحبيب الغزال به بمواليه. غادي نرجعوا لالين داريفي اللي غتكون فيها 250 متر، يعني ماشي طويلة بزاف، ما كتعطيش فرصة لزاتونتيست بحال البارح والبارح 600 والبارح البارح 500 والبارح 600. هذه راه 250 متر وعاد التيران مغيس، يعني ما كتعطيش فرصة لزاتونتيست. كيبقاو دائما اللي كيكونوا في كيديروا الهي الاخر او الحاجز الاخر كتكون عندهم الأسباقية. إذا غادي ندوزو الملاحظة ديالنا الأولى اللي كتقول بأن لا كورس غادا تكون تخي ديفيسيل افيك 3 ايطوال انديس دو ديفيكولتي 8-5. الكورسة غادا تكون جد صعبة بثلاث نجوم، مؤشر الصعوبة 8 أونص. الكورسة ملي كتفوت لنا 8 أونص 9 أونص 10 فما فوق، كما كنقولوا دائما كنلعبوها بحيطة وبحذر وبذكاء وكنمينيميزيو. دونك غندوزو دابا مباشرة ان شاء الله لا بواط نوار دو لاشين لي كاتر نيميرو دو لا بواط نوار دو لاشين فاتح سنتيف بور لو ميم كانتي دو 29 6 21 اي كوم سوي. الارقام الاربعة للعلبة السوداء الخاصة بقناة فاتح سنتيف كالاتي: 14 9 3 2 14 9 3. غادي نمشيو لا ميثود دي جور. لا ميثود دي جور nous a donné deux numéros. Ces deux numéros, soit un, soit deux, soit aucun à l'arrivée, huma, 7 et 8. Donc la méthode du jour a tatt na juge l'arqam, had juge l'arqam, ya wahed, ya juge, ya ta wahed à l'arrivée, huma 7-8. Idan, 7-8, ya wahed, يا جوج يا تا واحد على ريفي. غادي ندوزو دابا لا سيليكسيون ديالنا ديال لا شين. لا سيليكسيون دو وي نيميرو دو لا شين فاتح سنتيرف pour le même quinté du 29 6 2021 est comme suit. L'arqam 8 lil qanat Fatih Hassan Turf li khomasi yomih 29 6 21 kalati: 2 14 6 1 3 9 5 7. Je répète: 2 14 6 1 3 9 5 et 7. بالنسبة لي سوربريز 13 4. الأرقام المفاجأة
13 4 غادي نمشيو لا ديرنيير مينوت، لا ديرنيير مينوت لو نيميرو 2 لو شوفال اكومباني لو نيميرو 14 14 لي سوبليمون او لي سوبليمونتير 13 اي 7 لا ديرنيير مينوت جوج اكومباني 14 لي سوبليمونتير 13 7 بالنسبة للملاحظة الأخيرة، ليست هناك أي ملاحظة بالنسبة للشين، ستادير إذا كان أن سويفي غيكون جابو اللعب، كان أن توك أو ان نوت سايدر اون تيت ولا اون دوزيام او تروازيام بلاس او جوج مع بعضهم في لو تير سي غيكون جابهم اللعب. هادي بالنسبه كما كنديروا دائما للتخمينات ديال لاشين اللي اغلبيه تصيب كما اصابت اليوم. مي اتونسيون، ممكن عاود غدا ان شاء الله يكونوا دي زوتسايدر او دي كرو اوتسايدر او دي توك على ريفي، سيرتو الخوف من اللي يشوفوا اللي كيديروا الغيس. وما تنساوش بان راه أغلبية ديال اللي يشوفوا اللي غدا كاينين في لاكورس غيكون عندهم هذا لو بروميي كانتي ديالهم او لو بروميي هونديكاب. كاينين دي يشوفوا اللي عندهم بيناليتي، كاينين دي يشوفوا اللي غيبداو بريفيرونس او بفالور زايدة عليهم. دونك اتونسيون، ردوا البال. دونك الى هنا خوتي خواتاتي نكونوا قد انتهينا من المراحل ديالنا ديال الكانتي ديال الغدا اللي كنتمنوا انه يكون في المستوى المطلوب اللي كتطمحوا ليه باش تقادوا لي جو ديالكم. الله يسر لكم الامور، الله يجيب لكم التيسير، الله يجيبها سمينه. ما تنساوش دعواتكم لاخوكم فاتي حسان كالعاده، وما تنساوش راه الدعم ديالكم كيهمنا. ديروا البصمه بالاعجاب لاشين وديروا البارتاج، وهذا فضلا منكم وليس امرا منا. بغيناكم تدعموا.